حياكم الله مشاهدينا من جديد، والحين بنسير لفقرة أصحاب الهمم وقصصهم الملهمة. في فقرتنا هذه بنتعرف على شهد العلوي عن قرب، خلونا نتابعها. اسمي شهد محمد، عمري 10 سنوات، داخلة في الصف السادس. هواياتي كثيرة، منها إلقاء القصائد، الركض، الرمح، الريشة، ومنها كثير، وقراءة القرآن الكريم. اللي ألعبها أنا التايكوندو، السباحة، الجري، الرمح، الريشة، كرة المضرب، وأشياء كثيرة. شاركت في الجري في بطولات عديدة واستانست وايد، لأني كنت مع ذوي الإعاقة، لأني كنت منهم. شاركت بالتايكوندو بعد وحصلت ميدالية الحمد لله. أنا تعلمت رياضة في النادي، ومدربتي سعاد ساعدتني في تعلمها، أتمنى لها كل التوفيق والنجاح. عندها بطولات في 100 متر وال200، جابت بطولات الشارقة، بطولة دبي، بطولة العين، فعندها إنجازات ما شاء الله. وكمان بس ما مقتصرة بس على الرياضة، عندها مثلا القرآن، الرسم، أشياء تانية تزاولها في النادي، أعمال يدوية، يعني في أشياء كثيرة. والسباحة حتى ما شاء الله عليها تعلمت تسبح بروحها، يعني الحمد لله. مسابقات كثيرة للقرآن والحمد لله كلهم فزت فيهم. الحين أبغى أشكر إدارة نادي الثقة للمعاقين لأنهم زرعوا فينا الثقة في نفسنا، وأشكر أمي وأبوي لأنهم ساهموا في زراعة الثقة فيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى شهد بالنسبة إلي كبنت، يعني ما بحسبها كلاعبة أو شيء، وصديقة كمان، نطلع مولات، نطلع حدائق، أروح معها مدرستها، أسأل عن الامتحانات متى عندها مشان ننسق ما بين التدريب والدراسة. وكمان ما شاء الله عليها متوفق في دراستها ونتائجها أوكي، فمبسوطة منها كأنها بنت، يعني الحمد لله. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا شهد. صحيح. نعم. طبعا عاشة ما شاء الله عليها شهد، مبدعة جميلة بنوتة ما شاء الله عليها. صحيح. كلها طاقة وإيجابية بالتأكيد، ومن أصحاب الهمم إلى مبادرات عام الخير. طبعا تناولنا الكثير من خلال برنامجنا في صباح الشرقية، والحين بنروح لتقرير بنتكلم عن مبادرة أطلقها أحد أبناء مدينة خرفكان ولها علاقة بالصيف والرطب، وأكيد تفاصيل المبادرة ذوقوا رطبنا، وعليكم بألف عافية في هذا التقرير، خلونا نتابع.
تشهد مدينة خورفكان في عام الخير والعطاء خيراً لا محدود من صاحبي مبادرة لوحة ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية، ولمواطن إماراتي قد عرف عنه حب الخير والعطاء الدائم. بما أن نحن في عام الخير، أنا حبيت يعني أعمل مبادرة تخدم المجتمع بشكل عام، ويشهد الله أنها لوجه الله يعني. فالمبادرة أن حطينا الجذع النخل برا للعمال اللي يستفيدون من جماعة المواطنين المارة. وضع عبد الوهاب عيسى الحمادي على جدار منزله لوحة بعنوان ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية، دعوة لجميع المارة أيا كانوا لتناول رطب النخيل التي زرعها داخل سور منزله بالخارج. الهدف بعد أن الناس تأخذ الفكرة هذه وتعممها يعني في بيوتهم يعني. وأنا بعد الهدف حسيت أن بعض الأشخاص يمكن يتحاشى أنه يشلع لهذا، فحطيت الجملة هذه على أساس أنه يعني يطمئن الشخص ويأكل ويفرح ويدعي لنا يعني. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه اللوحة بشكل كبير، وأبدى متنقل الصورة إعجابهم بما أقدم به عبد الوهاب الحمادي، داعين إلى الإكثار من تلك المواقف. طبعاً انتشر هذا الموضوع في السوشيال ميديا، اللي قال من السعودية واللي من الكويت واللي قال من عمان واللي قال من دول المجاورة. أنا والله بالعكس أنا فرحان يعني إن كل شخص ياخذ الفكره ويقول هاي من دولته، لان هذه راح تتعمم يعني. مثلا تخيل لو هاي مثلا في السعوديه، فكم مليون في السعوديه اللي راح يسوون نفس الفكره. وبعدين بلد السعوديه بلد النخيل والرطب وما شاء الله هذا وقتهم يعني. وبالاخير يعني راح نكسب الاجر فيها يعني. تعتبر هذه المبادره لعمل الخير خاصه في فصل الصيف، ذلك لحاجة العمال الذين يعملون في هذه الأجواء القاسية إلى طاقة غذائية توفرها رطب النخيل. إذن مشاهدينا، كانت هذه من ضمن مبادرات عام الخير، بالتأكيد كانت في مدينة كلباء. وأيضا أتمنى الكثير من الأشخاص أيضا يسوون نفس هذه الأعمال الخيرية في عام الخير. بالفعل مبادرة جديدة أو جميلة نقدر نقول من أحد أفراد المنطقة الشرقية، يعطي العافية على هذه الجهود وعلى هذه المبادرة. صحيح. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، أكيد مواضيع جديدة وضيوف جداد ومميزين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا عايشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، وتمسون على ألف خير. بالتأكيد مشاهدينا نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة أيضا تتجدد دائما بمتابعتكم لنا عبر صباح الشرقية، وإن شاء الله نشوفكم بحلقات مليئة بكل ما هو جديد ومفيد. وتقبلوا تحياتي أنا أيضا أخوكم عمر أحمد، ودمتم بأمان الله.